باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. قبل ما ابتدي أحب أعتذر على السقالات والحاجات اللي موجودة وأعمال التطوير، إنها ضيقت المساحة شوية وقللت أعداد الصفوف الأولى، ولكن الجميع من أحبائنا ليسوا في الصفوف ولكن في قلوبنا، نحبهم ونقدر محبتهم وتهنئتهم لنا. في قصة الميلاد المجيد، ميلاد السيد المسيح والذي نحتفل به كل عام، نتقابل مع شخصيات ومجموعات عديدة. من هذه المجموعات مجموعة المجوس، وهم حكماء من المشرق جاءوا من بلاد ما بين النهرين وما يجاورها، وأرشدهم النجم في الطريق حتى وصلوا إلى بيت لحم اليهودية، وقدموا هداياهم وكأنهم يقولون في نفوسهم لقد انتهت رحلتنا التي بدأناها. في المقابل نجد مجموعة الرعاة أنهم عندما يظهر لهم الملاك ويبشرهم بهذا الفرح العظيم يذهبون إلى بيت لحم وكأنهم يقولون في قلوبهم لقد ابتدأت رحلتنا اللانهائية. بين النهاية والبداية هي نهاية الحكمة البشرية وبداية حياة السعادة والفرح، لأن السيد المسيح عندما ولد في بيت لحم دعي باسم عمانوئيل، وعمانوئيل تعني الله معنا، وهذا الاسم يعني اقتراب الله للإنسان، ولذلك تأتي فرحة الإنسان وفرحة الملائكة عندما أنشدت المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. وأود يا إخوتي الأحباء أن أتوقف قليلا معكم أمام عبارة وبالناس المسرة. المسرة تعني السرور أو الفرح أو الابتهاج، وكلمة المسرة كلمة داخلية تحمل كل مشاعر الإنسانية. وبالناس المسرة أو في الناس المسرة، ويكون السؤال كيف نوجد المسرة في حياة الناس؟ كيف نسعد الآخرين؟ الإنسان يحيا حياته بحثاً عن السعادة، يعمل، يخدم، يجتهد، يدرس، يترقى بحثاً عن السعادة. والسعادة أمل الإنسان في كل زمان، أن يعيش سعيداً مرتاح البال غير مهموم. وكل الجهود التي تتم في أي مجتمع هي بحثاً عن السعادة ورفاهية هذا المجتمع. كيف تكون السعادة للإنسان؟ بصورة أخرى، كيف نسعد الآخرين؟ هذا سؤال يهمنا جميعاً، كيف نسعد بعضنا بعضاً؟ إن كانت هذه المسؤولية ممكن في حدود الأسرة، تمتد إلى القرية، إلى المدينة، إلى المجتمع، إلى الوطن كله، إلى الإنسانية جمعاء. كيف نسعد الآخرين؟ إن هذا السؤال يا إخوتي الأحباء تجيب عليه أحداث قصة الميلاد. وقد اخترت لكم 5 وسائل نستطيع بيها أن نسعد بعضنا بعضاً ويسعد كل إنسان الآخرين. الوسيلة الأولى نجدها في السيدة مريم العذراء. لقد أسعدتنا بنقاوتها وطهارتها. نموذج السيدة مريم العذراء
التي نجلها جميعا ونعتبرها في الكنيسة هي الشفيعة المؤتمنة أو الشفيعة الأولى، ونكرمها جدا لأنها عاشت النقاوة والطهارة، عاشت نقية. فالإنسان عندما يعيش نقيا يستطيع أن يسعد الآخرين، فلا يمكن الحصول على ثمرة جيدة من شجرة رضية. لا يمكن أيها الإنسان أن تسعد من حولك وأنت تعيش في حياة فاسدة. الإنسان يحتاج أن يتمثل ويعيش ويأخذ هذه الوسيلة الأولى، وسيلة أمنا العذراء التي عاشت في نقاوة وفي طهارة. هي فتاة يتيمة بسيطة متواضعة، ربما لم تكن منعولية القوم، ولكن نقاوتها وطهارتها جعلتها مثالا لنا، شفيعة لنا. وعندما نذكرها ونصلي ونطوبها نشعر بالسعادة، فهي نموذج. نحن في كنيستنا نقول أنها فخر جنسنا، فخر جنس الإنسان، رجال ونساء، أمنا العذراء مريم. فالوسيلة الأولى في إسعاد البشر أن تكون أنت نقيا طاهرا. الوسيلة الثانية هي التي نتعلمها من قرية بيت لحم. فبيت لحم استضافت وآوت السيد المسيح في ميلاده، فلم يكن هناك موضعا في المدن الكبرى كأورشليم مثلا، لم يكن هناك موضعا في العواصم أو في الأماكن المشهورة. أما بيت لحم فنجحت أن تستضيف ميلاد السيد المسيح، وتستضيفه في مزود صغير. أنت تستطيع أن تسعد الآخرين عندما تستضيفهم. ليست الضيافة في مجاملتنا وزيارتنا ومقابلتنا، ولكن الضيافة المقصود بها خدمة الغرباء وضيافة الغرباء. وكيف يكون قلبك ملجأ لكل إنسان؟ فما أحلى أن يكون قلب الإنسان هو ميناء للآخرين. عندما تخدم الآخرين، عندما تقف في محنتهم، عندما تستوعبهم في قلبك، تشعر بهذه الفرحة وهذه السعادة. وبهذا الأسلوب المجتمع الناضج هو الذي يتسع للجميع، حتى للفئات الضعيفة أو المهمشة أو التي لا صوت لها. تستطيع أن تسعد الآخرين عندما يكون قلبك ملجأ أمين لكل أحد. هذه هي الوسيلة الثانية. الوسيلة الثالثة نتعلمها من المجوس. المجوس عندما بدأوا رحلتهم جاءوا لزيارة السيد المسيح. هم ملوك وحكماء وأغنياء وفلاسفة، وعندما أتوا قدموا هداياهم. جايبين هدايا إيه للمسيح؟ جايبين هدية ذهب وهدية لبان، لبان اللي هو المخور، وهدية مر، وده من منتجات النباتات. الذهب يعبر عن أنه ملك، واللبان يعبر عن أنه كاهن، والمر يعبر عن أنه سيتألم، سيحمل صليبا. وقدموا هذه الهدايا وخدوا بعضهم ورجعوا. أنت تستطيع أن تسعد الآخرين بالزيارة وبالهدية. عندما نتزاور، نتقابل، تجمعنا مناسبات عديدة في حياتنا على مستوى البيت،
الأسرة، في المناسبات الأسرية، على مستوى مجتمعاتنا، مستوى أعمالنا. الزيارة والمجاملة والتعبير عن فرحة الإنسان في مشاركة الآخرين أو مشاركة الآخرين في الأحزان أو المناسبات المؤلمة، إنما هذا يسعد الآخرين. وحتى الهدية ليست مقصود الهدية المادية، ولكن يكفي أن تكون الابتسامة أو كلمة التشجيع أو الكلمة الطيبة أو كلمة الترحيب. كل هذه نستطيع بها أن نسعد الآخرين. أحيانا الواحد لما يتعامل ويا شخص في مسؤولية ما، مهما تكون صغيرة أو كبيرة، مجرد ابتسامته تساعدنا وتسعدنا. ربما كما رأينا في زيارة السيد الرئيس منذ قليل، الفرحة التي قرأناها على وجهه، وفرحتنا أيضا بوجوده وبزيارته وبتهنئته. تستطيع أن تسعد الآخرين عندما تسأل عنهم، عندما تجاملهم، عندما تجعل الحياة ندية وليست جافة. نقول في أمثالنا المصرية: البعد جفا. ولذلك التقارب والترابط والتجاور الذي نحياه هنا على أرض مصر هو أحد السمات التي نفرح بها. نحن كمصريين نعيش على مساحة 7 أو 8 من مساحة الأرض، ومعظمنا نعيش حول نهر النيل. نعتبر أن نهر النيل هو أبونا والأرض هي أمنا. ولذلك تمتاز مصر بين كل شعوب الأرض أنها تعيش روح العائلة. روح العائلة تعلمناها من النيل وتعلمناها من الأرض، ونتعلمها في هذه الليلة من محبة المجوس وزيارتهم وهداياهم. الوسيلة الرابعة التي تستطيع أن تسعد بها الآخرين هي وسيلة الرعاة. فالرعاة كانوا في حالة سهر وحالة أمانة، يحرسون قطعانهم، والراعي ده بيتحرك من حتة لحتة. تستطيع أن تكون مثلهم وتسعد الآخرين بأمانتك، فكما هو مكتوب: كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. تستطيع أن تسعد الآخرين بالأخبار السارة. في واحد لما تتكلم وياه تحس إن كلامه كله متاعب، كله مشاكل، وفي واحد لما تتكلم وياه ترتاح، تتعلم، تتعزى، تشعر كده براحة داخلية أو بفرح داخلي. نستطيع يا إخوتي، وهذا الكلام أيضا يمكن أن يقال على كل وسائل الاتصال ووسائل الإعلام، عندما نقدم أخبار سارة، أخبار مفرحة، أخبار إيجابية، إنما نسعد بعضنا بعضا. إن عيادات الأطباء النفسانيين تزداد المرضى فيهم عندما تزداد حالة الكآبة وحالة الاكتئاب. أما الإنسان الذي يريد أن يحيا ويرضى الله، فيجب أن يكون إنساناً مسعداً للآخرين، يقدم سعادة دائمة بالخبر الطيب، بحياة الأمانة التي يحياها مثلما عاش الرعاة. الوسيلة الخامسة والأخيرة في كيف إسعاد البشر هي وسيلة الملائكة. الملائكة عندما ظهروا في وقت الميلاد، ظهروا في جوقات مجموعات وأنشدوا نشيدا مفرحا. قالوا: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام،
وفي الناس المسرة. وهذه هي وسيلة التسبحة أو وسيلة الصلاة. فالصلاة الهادئة الرزينة التي تمتلئ بالوقار وبالنية الصادقة إنما تسعد الآخرين. أنت تستطيع أن تسعد الآخرين عندما تصلي من أجلهم، وخاصة الذين في مسؤولية، الذين في مسؤولية يحتاجوا أن تسندهم صلواتنا. فالإنسان المسؤول يحتاج المعونة الإلهية على الدوام. فالملائكة بالتسبيح الرقيقة والعذبة الهادئة والوقورة أسعدونا وفرحونا. وبنفس الطريقة أنت تستطيع أن تسعد الآخرين بصلواتك النقية وبروحك الهادئة على الدوام. هذه الأمور الإنسانية أو هذه الوسائل الخمسة نقرأها في ميلاد السيد المسيح، وهو يجيب على هذا السؤال: كيف نسعد الآخرين؟ فرحة الميلاد لتملأ كل قلب. نصلي أن تمتد هذه الفرحة إلى كل قلب في كل مكان. فرحة الميلاد نرجو أن تصل إلى كل الذين يشعرون بغربة والذين يعيشون اليتم ويعيشون البعد ويعيشون الغربة. يوجد أناس كثيرين في أماكن كثيرة يمكن فرحة العيد ما بتوصل لهمش، لأنه حاسس أنه لوحده مفيش حد وياه. ولذلك اجتهد أيها الحبيب أن تفرح الآخرين، أن تجتهد في البحث عن المتألم والبعيد والحزين والذي يعاني بأي نوع من المعاناة. فالله خلقنا يا أحبائي لكيما نسند بعضنا البعض. نصلي من أجل بلادنا مصر، نصلي من أجل كل شعبها، كل مسؤوليها، وكل من يعمل في منصب، لكيما يعطيها الله المعونة والفرحة ويمارس عمله بسعادة. نصلي من أجل حياتنا المصرية في كل مجال من مجالات العمل. نصلي من أجل البرلمان الجديد لكيما يكون برلمانا معبرا بالحقيقة عن مصر وآمالها. ونصلي أن يكون الأداء البرلماني أداء رفيعا. ونرى أن مصر في سنواتها القليلة الماضية بنت هرما جديدا. هذا الهرم الممثل في الدستور الجديد والرئيس المنتخب والبرلمان الجديد صار هرما صنعه المصريون كلهم. وده يعطينا أمل، بل آمال جديدة في العام الجديد. نصلي من أجل البلاد التي تعاني من حرب، من عنف. نصلي من أجل كل إخوتنا الذين في ضيقة والذين ليس لهم أحد يذكرهم. أشكركم جميعا لمحبتكم وتهنئتكم، وليمنحنا الله عاما جديدا سعيدا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.